بسم الله. دلوقتي هنشوف مثال عملي على موضوع الحصر في برنامج نفس وركس. اجي مكالمة هوم واقول له كوانتيفيكيشن، وبعد كده هاجي على بروسي طب دي كتالوج ممكن اشتغل من خلالها. كتالوج عبارة عن بيقسم لي بقى، يقول لي مثلا الجزء المعماري الانشائي، الحوائط لوحديها، الباب لوحديها، بيسهل لي الشغل يعني. او ممكن اقول له براوس تو كتالوج وبراوس، اختار الكتالوج اللي انا عايزه. او ممكن اجي هنا اقول له نن، انا عايز اشتغل من غير الكتالوج خالص. نيكست. متريك، عايز اشتغل بأني وحدة قياس. هنا ممكن تظبط وحدة قياس زي ما انت عايز. فينش. فهو بيبدأ يجيب لي الحصر. اقدر بقى اجي هنا من سيليكشن تري اهيت، ثبتها، اقدر اختار المشروع كله واقول له انا عايز اعمل حصر المشروع. فزي ما انت شايف بيبدأ يحصر لي المشروع كله، وكل حاجة بتجيب لي الحصر بتاعها بالشكل دوت. يعني خليها مثلا تشوف الحوايط، بيجيب لي كل حوايط الاير بتاعتها قد ايه، والفوليوم بتاعتها، وكل المعلومات اللي انا ممكن اكون محتاجها يجيبها لي متنظمين مع بعض اهوت. وكل عنصر بيقدر يوريهولي تمام. وفي اي وقت اقول له هاي تك اوف، يعني اخفي الحاجه اللي تم حصرها كده، ما فيش حاجه ما اتحصرتش. وشو تك اوف، يوريني الحاجه اللي اتحصرت تمام. فلو في اجزاء ما اتحصرتش اقدر اشوفها وادخلها معايا في الحصر. طيب بعد ما عملت الحصر اهوت زي ما انت شايف ما خدش وقت خالص، اجي اقدر اقول له اكسبورت كاتالوج تو اكسل، اقول له سيف، اعمل ريبليس. هيصدر لي الحصر كله في جدول اكسل واحد. لما بيكون بنحصر في حاجة زي الريفت، كل كتالوج بيتحصر في جدول اكسل لوحده تمام، وبيطلعه لي سي اس في، واقعد انا احول لاكسل. فبقول له اوبن، فبيفتح لي جدول الاكسل اللذيذ اللي فيه كل حاجة. دي كل المعلومات اللي موجودة في المشروع بالتفصيل الممل. وهنا العناصر هيت. وتقدر تخفي الحاجات اللي يعني مثلا مش عايز تعرف الاريا، ممكن تلغيها. الحاجات ديت تقدر تتحكم في العناصر اللي تظهر. وزي ما انت شايف هو مثلا بيبدأ يقسمهم، فممكن تقول له في السيلينج، في الفاونديشن، الليفل 1. فالحصر كله مترتب زي ما انت شايف.